المنشورين الزوز، معناتها زوز مناشير اللي خرجوا، واحد خرج والاخر يقول لا معناتها تتعاملوش بالمنشور هذاك، يلغي معناتها المنشور هذاك، حتى لين العباد ولات تتسائل وتشكك، تقول لك لا كانوا باش يثبتوا تبطلوا، ما عادش يثبتوا، باش يثبتوا من الشهاده العلميه ولا ما كانوش يثبتوا. هو في الحقيقة محل التوضيح أن نتاعي حب اللي هي المبادرة اللي صدرت على السيد الوزير بأن كنت الوزارة الشباب والرياضة وزارة سباقة في النظر والتدقيق في هذا الموضوع، وفعلا أذن الوزير في مذكرة بتشكيل إدارة لجنة على مستوى الإدارة المركزية، وهذه اللجنة فعلا تشكلت. أيوة. وباعتبار أن لدينا 4 معاهد عليا للتعليم للتربية البدنية فهي حاضرة في هذا وكل هذا التجميع، فقط أيوة. أن الإدارة التربية البدنية باعتبارها هي المعنية مباشرة أرادت أن تقوم بأكثر من التوضيح في إطار الريكوبمون اللي تنجم تعمله ما بين السلطة المركزية والسلطة الجهوية، وإحنا نعرفوا اللي في الفترة هذه هي فترة نتاع نقل، فترة نتاع حتى خروج إلى الجامعيات إلى الخليج، فكان هذا الاجتهاد، ولكن نعتقد أن هذا الاجتهاد ليس بالأهمية القصوى، لأننا لدينا كل هذه المعطيات وبدأت أيوة. تعمل هذه اللجان فعلا، وقد حدد لها السيد الوزير آجالا لتقديم كل ملاحظاتها وكل نتائج أعمالها، وبالتالي هذه المذكرة التي صدرت عن الإدارة العامة ووجهت فقط أرادت أن تؤكد هذا على المستوى الجهوي، ولكن ما تم تناوله للأسف هو الجزء الثاني والأخير وليس الجزء الأول، لأن لو كان نقرأ المذكرة الأولى أن تقول بأن ستتعهد الإدارة المركزية بهذه الملفات، وبالتالي فإن عمل السلطات الجهوية هو إعانة هذه اللجنة المركزية في صورة ما إذا كان هناك حاجة إلى هذه الإعانة. هذا الطريقة نتاع التثبت نتاع اللجان كيفاش؟ آلية التثبت هو 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 المعمول به كيفاش قاعده تخدم العمل تاعنا، انها كل سنه كل معهد عالي للرياضه يتقدم بمجموعه قائمه في الشهادات التي منحها والاسماء التي منحها، ثم يتقدم تجمع هذه الاسماء لدى الاداره المركزيه اللي هي اداره البحث تحديدا والتكوين، الاداره العامه للتكوين والبحث في وزارة الشباب والرياضة، ثم يقع امتداد، هذا الامتداد يكون على مستوى الإدارة العامة للمصالح المشاركة وتحديدا إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع هذه الإدارات الفنية، وبالتالي فإن التثبت هنا يكون عبر هذه الإدارتان العامتان الموجودين في الوزارة، لكن يبقى كما قلت لك ان اليوم النجم نشوفه احنا لحد كما الآن قال سي خلولي البارح انه التثبت باش يكون مع المؤسسات التعليم العالي، مؤسسات التعليم ولا العالي مش باش يكون معناتها بصفه فرديه كل واحد يجيب شهادته، لا لا ما فهمناش هذا باش يجيب شهادته وكذا، يا اخي الشهاده نعرفهم ونعرفوا الاسماء. فما حاجه اخرى معلومه حابين نوضحوها معاك، انه احنا ذكرنا انه فما 3 مؤسسات تعليم عالي في التربيه البدنيه، ولكن يبدو انه فما مؤسسه اخرى جامعيه تبعثت معناتها في الالفينات في الجنوب في قفصه، في الجنوب في قفصه ما ذكرناهاش، جبدنا الكيف صفاقس تونس قصر السعيد، دونك ما جبدناش معناتها المؤسسه بتاع التعليم العالي اللي معناتها كيف تكون اطارات معناتها في الرياضه. شكرا ليك. دونك عندنا 4 مؤسسات تعليم عالي. سمعت الضيف الكريم نتاعك يحكي على سلطه الاشراف وعلاقتها بالبث التلفزي. هذا موضوع الناس الكل، ناس تونس كامله تحب توضيحات في البطوله، يحبوا يتفرجوا في البطوله في التلفزه الوطنيه في المرفق.